سيادتك فندم، احنا عندنا ان شاء الله هنستعرض في العرض مشروع مستقبل مصر رؤية جديدة، المحاصيل الاستراتيجية، مشروع المنيا وبني سويف، مشروع مستقبل مصر في ارقام. سيادتك فندم، كنت امرت في يوليو 2017 بالبدء في استصلاح مشروع مستقبل مصر. بداية تم تخصيص مساحة 200,000 فدان، وفي عام 2021 سيادتك في زيارة 8 يناير 2021 سيادتك أمرت بإضافة مساحة أخرى ل 150,000 فدان، ثم وجهت سيادتك بعد ذلك بزيادة المساحة المخصصة ل 700,000 فدان لتصبح المساحة الإجمالية لمشروع مستقبل مصر 1,050,000 فدان، وهي تمثل 50% من مشروع الدلتا الجديدة. وهنستعرض دلوقتي سيادتك المساحات التي تم استصلاحها والمساحات المستهدف إصلاحها في المستقبل. قدامنا سيادتك فندم منظر من صور الأقمار الصناعية عام 2018. احنا عندنا كان استصلاح وزراعة 40,000 فدان، ودي مرئية من الأقمار الصناعية. ثم بيأتي بعد ذلك سيادتك صورة قمر صناعي من 2019 بتبين شكل النمو الزراعي وزيادة الرقعة الزراعية بالمشروع لتصبح 110,000 فدان. ثم بعد ذلك سيادتك فندم هيبقى في صورة قمر صناعي لعام 2020 بتوضح شكل التوسع باستصلاح مساحة إضافية وصولا إلى 200,000 فدان. فبراير 2021 وجهت سيادتك فندم بزراعة 150,000 فدان، انتهاء في نوفمبر 2021، والحقها سيادتك مساحة 10,000 فدان شرق طريق مصر اسكندرية الصحراوي، وتم الانتهاء من تنفيذ في 3 شهور.